قبل ما ندخل في الموضوع، تراث كل بلد هو جزء لا يتجزأ من هويتها، ولما يتعرض هذا التراث لسرقة مباشرة نبيلة كباية عبر بلاتوهات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لازم نحكيه. وأهل الاختصاص معايا نبيلة. كما قلت كلامك والكبير، ما تقدريش تسكتي على حاجات كما هادو، تجاوزات لي واحد ما يتقبلها، مام واحد ما هوش في الدومين تاعه. كما قلت لك هذه الهوية الجزائرية، ليدونتيتي الجيريان، هادو هما دوك ولاد دناو لك شغل، دخلوا لدارك وربدوا لك معنك وخرجوا. تتسمى سرقة. سرقة. شوفي، راح نبدا العتب الأول، راح نعتب على ليستيليست في الجزائر. لي نورمالمون نتوما اللي راكم تدافعوا، نتوما اللي راكم تبريزونتيو هذا التراث، علاش ما شفناش ربما وقفه بين الاهل الاختصاص باش يدافعوا لها؟ من حقك تنتقدينا ومن حقك تهضري، هذه كيما يقول لك صح، باسكو هذه الخدمه ديالنا وهذا هو الثمره تاعنا. حنا هما كيما يقول لك لي زومباساتور تاع لا تونو تراديسيونيل تاع الجزائر. شوفي، ما نقدرش نقول لك ما هضرناش، هضرنا عبر المواقع. انا للامانه غير نبيله شباح اللي شفتها نشطت. كاين كالكوسي، كاين كيما منى الشطري، كاين اسماوات بارزين من المصممين، يدرنا منشورات لا لي سارق، درنا هاشتاغ لا لي سرقه التراث، لكن لا حياه لمن تنادي يد وحده ما تصفق. هذه الحاجه لازم تجي من الفوق ماشي من عندنا. حنا واش نقدروا نديروا؟ نهضروا نبلبلوا نبلبلوا بالهضره، ما دير حتى حاجه. دونك حنا كي تفاهمنا، كاينه مصممه سامية الغزالي نعرفها، اللي عيطت للوزارة للمينيستير تاع الثقافة ولا كولتور تاعنا، قالت لهم ما ديروا حتى حاجة، دوك حنا رايحين نقوموا بهذه الوضعية ورانا نستناو، مازلنا نستناو. سيدي بخوماس اللي كلانا قلبنا يتومي، ما قدرنا نديروا حتى حاجة، باسكو هذه لازم بحوث، لازم هذا التراث تاعنا يتسجل في اليونسكو باش ما تقدريش تهضري، باسكو هكذا كي تهضري يقول لك اعطينا البيان. حنا البيانات هم كاينين، شوفي غير لي تامغ تاعنا من 1700، شوفي لي توني تاوعنا، الكراكول، القفطان، البلوزه هم كاينين. تطلعي الميوزي دي باردو كيف كيف، راهم نيمبورت كان ميوزي تاع الجزائر تدخلي تصيبي لي توني من عشرات السنين، من اللي خلاص وتفتت هذاك المخمل، هذاك القماش خلاص وتفتت كيما يقول لك تاع المقدم. بصح يد وحده ما تصفق، لازم المعاونه ولازم الوزاره هي اللي بوكو بلوس المعنيه. بدات هذه القضيه من وقت الكراكو، ومن بعد جات موراها القفطان، القفطان، الكراكو، موراها الكراكو، دوك ولينا البلوزه والبنوار الصيفي والقندوره اسمها كلش داو كلش. جبه الفرقاني تاع قسنطين كاع لي موديل تاعنا ولاو منسوبين لجيراننا، يعني والله غير يوجع قلبك. عباك انا كي وليت نشوف البلوزه الوجديه، نشوفوا الصور دوكا تاع وي البلوزه اصلا اصلها متلمسان، ماهيش اصلا من وهران، هي متلمسان من زمان، ومن بعد كي ولاو تلمسانيات راحوا تزوجوا في وهران، داوها لوهران اللي بدعوا فيها لوهرنا، ولا كيما نقول لك معروفه بالغرب الجزائري، ما راهيش تاع وجده ولا تاع بلاصه واحده اخرى. هذه ما عندهاش، ما كانش، ما نقدروش نقولوا بلي هاد لا توني، وعلاش حنا نروحوا نجيبوا ان توني تاع البغيزين ونقولوا هذه الجيريان؟ لا، كيما نقول لك تواريخ يهضروا. شفنا ثاني البنوار ستايفي، ثاني البنوار، لاخاطش البنوار هو الفصاله تاعو دوكا كي ولينا في مع هذا العصر، ولا يشبه البلوزه، كل باتو يتنحرج، ماشي كيما زمان كانوا يخدموه بالمكوي، كانوا يخدموه قماش تاع الصدف، دوك ولا مام البنوار يتنخدم كيما البلوزه بالجلطيطايت، ولات عنده نفس الفصاله لا ميم شوز. سي بور سا تقدري تقولي ينتسبوا، مي سينو شفت في لي فيديو تاعهم يديروا تغييرات صغيره وينسبوها لهم مباشره. نرجعوا الى الاصل فاضله، وكل واحد حاجته، رانا خاوه، رانا جيران، ما فيها والو. قال بلي هاد لا توني جزائريه اديتها واني بطورتها. تبادل ثقافي، تبادل ثقافي، خاطش رانا حنا اصلا لافخيك، لو نورت على افخيك كاع بلاد واحد، ومن بعد الاستعمار اللي قسمنا شعوب حنا ولا الشعب المغربي ولا خاوه، وهذا ما يعنيش انه عندي زملائي مصممين من المغرب وعلى بالهم. نهار رحت لبست ميس اغاب ماغو، كديت البلوزه وكي قدمتها قالت البلوزه الجزائريه، ما قالتش البلوزه الوجديه. كومان ما نعاودوش نولوا، كل واحد عنده حاجته، معليش ما نتسالفوا ونتبادلوا، بصح حاجتي نسلفها لك ترديها لي، ما تقوليش تولي تاعك. جا كيما يقول لك جاكاري ولا مول الدار، نو سي با سا. المغرب العربي رانا شعب واحد سبحان الله.
العادات التقاليد رانا متقاربين في الاكولات سورتو. علاش باسكو علاش هما دوك الاكل هي ثاني واحد الوقت في الاكل كيف مام الاكل راهو ولا كلش مغربي معليش ماشي مشكل، ولكن البروبليم باسكو هما راهم في الحدود دوك روحي من جهه عنابه سكيك د القلا راهم حدود مع تونس، مام اللهجه كيف كيف طيابهم كيف كيف، خاطر راهم حدود راهم شغل سيتي برولونغاسيون. من جهه المغرب عندنا وهران تلمسان عندهم لنفس عوايد التقاليد، ولكن هذيك الجبه جابوها من وهران باش راحت المغرب باش ولات وجديه امبوسيبل تولي وجديه، اصلها وهرانيه تلمسانيه جزائريه. وهرانيه وتلمسانيه وجزائريه. نبيله نختموا لقائنا هذا اللي راح يكون خاوه خاوه، احنا ما حاش ندخلوا فيه حتى حكايه. اصدقاء والله نحترمهم ويحترموني ونضلوا نحكوا ونقصروا ما ندخلوش كاع في التفاصيل، ولكن حاجه اللي تنقال تنقال، ثاني تسكتي على الظلم ولا تسكتي على الكذب ولا على السرقه حرام ربي ما وصاش عليها. نو كي تشوفي حاجه بعينك ما تقدرش ما ياكل قلبك، انا وحده ما نقدرش نسكت. وهذه هي احنا فقط نوجه رساله لاصحاب الصفحات وناس الناشطين هذو اللي يعملوا على تقويه هذه البلبله، نقول لهم كالميبو. نو ماشي هذه ماشي بتكون بالعداوه ولا بالدواس، خاطر هذه ما الا زي هذا ما كان هذا على زي ولا على اكله ولا على طبخه ولا ما يلحقش العداوه والكلام اللي ما ينقالش في الصفحات والدواس والسبان على جال المطرق. ماش انا بوم هذه ماهوش مستوى تاعنا، احنا الشعب مربي وموزون وثقيل ما نحبطوش المستوى لهذا المستوى، خاطش ما لانه يعني اصلا هي الحكايه باينه انه هذا تراث جزائري. وسلام ميرسي بوكو نبيل على التوضيح.